ما في طب يا أخوي، كانوا يقتلونا، ما في علاج نهائيا، قتلونا من لحظة الاعتقال، الضرب وقتل. في 4/12 هي كانت فاصلة في حياتي، في 4/12 اللي حصار معي ان طلعوني من سجن عوفر على شباك عوفر المسكوبية، وتناوبوا عليه 3 محققين كانوا يضربون ضرب بالهروات الحديدية. تم قتلي في هذا التاريخ، وضعوني في كيس أسود ورقصوا على جثثنا. كان معنا أسرى كثير، ودونا بالخفية على سجن الرملة، ضربونا في سجن الرملة، وفي اللي قدر حتى في المستشفى كانوا يعتدوا علينا بالضرب، ضرب مبرح لا يتحمله الحق. في لحظة الإفراج عنه هم يضربون. والوضع إخواننا بيناشدوكم، سجن النقب، سجن القلوان تنامه، أكثر من 2000 أسير، وضع الصحي مأساوي، فيش علاجات، أمراض مستفحلة. هاي أنا الأخراني في مرض مش قادر، عندي إصابات، كانوا يضربوا على معدتي، العمليات كسروا إيدي، أحكي الحمد لله، الحمد لله حرقوا جراي وكسروا إجري، الحمد لله.